مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، مستمرين ومتواصلين معكم في رصد اصداء منافسات بطولة تدشين لجنة الفئات السنية على كأس شركة العملاق. أكاديمية سعود يخسر لقب هذه البطولة من أمام أكاديمية الفوز بعد مستوى مميز وجميل. يسعدني ويشرفني في هذه اللحظات بأن أستضيف إداري أكاديمية الفوز والراعي الرسمي للفريق ممثلا لفطيرة وكرك الأستاذ محمد بيبيتو. أحييك، أرحب بك، هارد لك. ومع أننا قلناها سابقا اليوم لا خاسر بيننا، ولكن هذا حال كرة القدم. عافية على المقابلة، نقول هارد لك لنجوم سعود، أكاديمية نجوم سعود وأولياء الأمور. وكرة القدم هي زي كذا، لازم أنت أحيانا تنضرب الضربة الأولى تصحيك قدام وتحاول تنافس على البطولات وتنافس على يعني على أي لعبة إن شاء الله قدام. اليوم أكاديمية سعود يجهز هذه الأكاديمية الجميلة يصل إلى هذا النهائي. شاهدنا فريق قوي، حققتم لقب الافتتاح، كيف كان تجهيزكم لهذا الفريق؟ والله احنا اشتغلنا يمكن لنا أكثر من شهرين نشتغل على الفريق وعلى انسجام اللاعبين، والحمد لله طلعنا بصورة جميلة وقدمنا مباراة كبيرة لنهاية البطولة. وكرة القدم أنت عارف جزئيات بسيطة، إذا ما استغليتها أحيانا تروح عليك فعلا. ايش حاب تقول للجهاز الفني والاداري واللاعبين بعد خساره هذا اللقب؟ اقول لهم يعطيكم العافيه، ما قصرتم، كره القدم فوز وخساره، ولكن اصبروا وارتبطوا مع بعض وقلوب تكون مع بعض، وربنا حيوفقنا قدام. ما هي اول بطوله، القادمه اجمل، ممكن نحقق البطوله هذه نوقف قدام، لكن لازم نجتهد ونثابر وان شاء الله الاحصاء ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه، ما قصرت. العافيه وشكرا لك، شكرا على الدعم، شكرا على الحضور، الله يوفقكم يا رب ونشوفكم ابطال ان شاء الله في بطولات اخرى. لله شكرا. بس كلمه واحده بقولها، نحاول احنا كجهاز فني نجوم سعود اولياء الامور نخفف على اللعيبه وما نضغط اللاعبين، لان دائما كره القدم بالذات في هذا العمر قد يكون اللاعب يتاثر قدام، لازم نهدي اللاعب ايوه ويوصل لمرحله النضج انه كره القدم فوز وخساره. انت عندك في السنه 4 بطولات 5 بطولات حتشارك فيها، حاول تستغل 2 3 حتكون بطل ان شاء الله باذن الله. وشكرا لكم. شكرا على هالكلمه الاخيره، يعطيك العافيه. شكرا لك، يعطيك العافيه.